إذن وصلنا مشاهدينا وإياكم إلى فقرة الأخبار المنوعة، ونبدأها من مدينة العلا السياحية وتحديدا مقبرة لحيان بن كوزة، والتي تعود للحضارة النبطية التي تضم أكثر من 100 مقبرة ضخمة، 94 منها مزخرفة، إلى جانب آبار المياه القديمة والتي تدل على مهارة سكان هذه المنطقة وخبرتهم المعمارية والجمالية في فن النحت. طبعا لا يمكن وصول الزوار للعديد من آثار مدائن صالح، لذلك دخلت مدائن صالح عالم الواقع الافتراضي في منصة ديستنيلاند التي توفر تجربة زيارة الموقع بشكل افتراضي. ومن خلال هذه التجربة يمكن لزوار المدينة الانخراط في مساحة افتراضية بداخلها، يقومون بالتحليق على متن منطاد افتراضي في الميتافيرس في نسخة رقمية ثلاثية الأبعاد لمنطقة مدفن لحيان بن كوز الأثرية، التي تضم أيضا ما يعرف بالقصر الفريد الذي يقع في المقابر النبطية في مدائن صالح بمدينة العلا السعودية. الواقع الافتراضي الإلكتروني قد لا يوفر تجربة حسية كاملة كما هي زيارة المكان فعليا، إلا أنها توفر فرصة عادلة للجميع من مختلف سكان العالم زيارة المكان بشكل افتراضي كأحد أهم ملامح التراث العالمي.